السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم في مركز سيدي موسى، رد الناخب الوطني جمال بالماضي على تصريحات مدرب المغرب وحيد خليلوزيتش. وقال جمال بالماضي: من حق خليلوزيتش الكلام بعد انتقاده، وكون فريقه ليس لديه نجوم مثل رياض محرز. ولقد تبع جمال بالماضي حديثه قائلا: سنرى ما إذا كانت لدينا الفرصة للرد عليه في الملعب، ونحن نتمنى بأن نقابلهم في إحدى المباريات. وكان خليلوزيتش قد صرح بأن منتخب المغرب لا يعتمد على نجم واحد في الملعب عكس الجزائر التي تعتمد على رياض محرز فقط. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.